هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وبكل طلاب برايمري 3. مكملين مع بعض منهج كونكت بلس، منهج الترم الثاني للصف الثالث الابتدائي. النهارده ان شاء الله وصلت معاكم ليونت 8 ليسن 6. تعالوا النهارده ندرس مع بعض الدرس السادس من الوحده الثامنه. يلا بينا هنقرا كلمات درسنا وهنحل كل تدريبات كتاب المعاصر مع بعض ان شاء الله. يلا بسم الله. أول كلمة إحنا دلوقتي في بيج 79، وأول كلمة معانا هي كلمة ثلاثي الأبعاد. 3-dimensional. تعالوا بصوا ونقسمها كده، وخلي بالكوا إن الإس والأي والأو والإن هنا هننطقها شن أهي. تمام؟ تمام؟ أهي. طيب تعالوا نشوف كده. 3-dimensional يعني ثلاثي الأبعاد. rubbing يعني تداخل أو بيعمل احتكاك. تظليل معناها shedding، الإس مع الإتش بتديني صوت حرف الشين. حقيقي أو واقعي realistic برضو هي real. تعالوا نشوف كده يعني ايه اسلوب بقى او نمط. style عمل او تشغيل اسمه working. fine lines خطوط رفيعة. line اللي هي خطوط للرسم بقى، line خط، واللاينز خطوط، وfine lines خطوط رفيعة. كمان sketch يعني رسم تخطيطي. sketch خلي بالك السي والاتش بنطقها تشا. طيب يعني ايه اساس؟ basic. خلي بالك الاس هنا بتنطقها اس عادي. basic اساس، والسي هنا بنطقها بصوت حرف الكي. مسطح او مستوي معناها فلات. طيب مشهد سين، السي هنا لا ما بنطقش صوتها سين. طيب ظل شادو الاس مع الاتش تديني صوت حرف الشين. تعالوا بقى نفتح مخنا كده ونجهزه للافعال الجديده بتاعت درسنا. اول فعل معانا هو paint يلون او يدهن، والماضي منه painted. added close يغلق، خلي بالك السي بنطقها بصوت حرف الكي والاس كانها زد، والماضي منها closed. رب يزيل أو يفرك حاجة rubbed. take يأخذ، الماضي منها took. draw يرسم drew. know يعرف، والكي silent ما بننطقهاش، والماضي منها know. come يأتي came. تعالوا نشوف كده أهم التعبيرات. لما أقول foreshadowing، فور هنا هتبقى حرف الجر معناه لام للتظليل. طيب take a long time، take هنا معناها يستغرق، يعني انا لما ارسم مثلا رسمه وتاخد مني وقت طويل يبقى كده تستغرق وقت طويل. take a long time. طيب لما ارسم حاجات جنب بعض قريبه من بعض يبقى close to each other. يجعله يبدو، يعني يجعل مثلا الرسمه هنعرف اكتر في الدرس. to make it look ياتي من come from. تعالوا كده نروح بقى لدرسنا في بيج 80، ويلا نقرا مع بعض الدرس كلمه كلمه. ها امشوا معايا بالقلم بقى. يلا. it can take يعني انه ممكن بيستغرق ايه بقى. take a very long time وقت طويل جدا. to paint عشان تلون. or draw a picture او ترسم صوره. artists الفنانون have بيكون عندهم lots of كثير من different styles يعني أساليب مختلفة. and ways وطرق of working وطرق للعمل. but لكن one of the basic واحدة من الأساسيات بقى. and most important things ومن الأشياء الأكثر أهمية. to learn إن أنت تتعلمها is shading التظليل. The picture الصورة you are drawing اللي انت بترسمها is flat يعني مسطحة.
طيب but مستوية كده but لكن the object you are coming الشيء اللي انت بقى بتنسخه بيكون three dimensional ثلاثي الأبعاد to make it لكي تجعله it الشيء ده look يبدو كأنه بقى three dimensional is you in your picture في صورتك you use shading انت هتستخدم التظليل. This makes هذا بيجعل a pencil القلم الرصاص drawing رسم بقى القلم الرصاص بيخليه ايه look interesting بيبدو مثير للاهتمام and real وواقعي. You can انت تقدر use تستخدم ال hard pencils يعني الأقلام الرصاص اللي بيكون صلبة تمام ال hard ليه بقى to draw عشان ترسم fine lines خطوط رفيعة and soft dark pencils وأقلام الرصاص اللي هي لونها داكن شوية غامق وسوفت وناعمة for shading للتظليل. كمان بيقول you need انت بتحتاج to know ان تعرف where the light is coming from يعني من اين الضوء بيأتي in your picture في الصورة بتاعتك. So لذلك look, you can add realistic shading انت بتقدر تضيف تظليل واقعي. Look carefully انظر بعناية بحرص at your object على الشيء اللي انت بترسمه to see علشان تشوف the shades ظل of light الضوء and dark وظل كمان الظلام. طيب كمان بيقول لك ايه بقى you can انت تقدر تضيف الشادنج التظليل by doing بعمل ايه بقى lots of small lines الكثير من الخطوط الصغيرة close to each other قريبة من بعضها الايه البعض ان انت تقعد تظلل كده بالقلم الرصاص خطوط جنب بعض كده or by rubbing بايه ان انت بصوا القلم الرصاص يعني يمسكه بطريقة كده ايه ان هو يخليه يعمل كده احتكاك مش بالقلم بقى مش بمسكة القلم العادي rubbing ان هو ان انت تعمل احتكاك للبنسل lines لخطوط البنسل so they mix together يعني بعد ما تلون بتعمل لها rubbing كده فبتختلط مع بعضها. طيب كمان بيقول لك هنا بقى هيدي لك definitions كده للكلمات اللي قلناها الشادنج هو الكالورينج the colouring التلوين of a drawing للرسم using باستخدام ايه بقى different levels مستويات مختلفة of darkness من الظلام and light والضوء. تمام تعالوا نشوف يعني ايه realistic art. realistic art ده هو shows بيوضح لنا بيبين لنا how things كيف الاشياء look بتبدو in real life في الحياة الواقعية. تعالوا نشوف كمان في بيج 81 وهيتكلم على السكال بيتشرز التماثيل المنحوتة اللي هي المنحوتات وبيقول لنا might be stone ممكن تكون من الحجر ممكن تكون كمان من الميتال من المعدن والوات او الخشب والفابريك القماش حتى or recycled materials او كمان المواد اللي هي معاد تدويرها recycled materials materials يعني مواد خام. طيب البينتينج بقى اللي هي اللوحة is a drawing هي عبارة عن رسمة that is colored with a liquid and a brush يعني بتكون ايه البينتينج بقى اللي هي اللوحة هي عبارة عن drawing عن رسمة that is colored بتكون ملونة with a liquid and a brush بإيه بسائل اللي هي زي ممكن ألوان المية كده and brush وفرشة. طيب تعالوا نشوف بقى 3 dimensional art فن الفن الثلاثي الأبعاد is a flat picture هو صورة مستوية مسطحة that uses height بتستخدم فيها إيه بقى height الأبعاد بقى اللي هي إيه الارتفاع خلي بالك إن الجي والإتش ما بننطقهاش ال depth العمق and width العرض اللي هو الاتساع يعني to make the drawing علشان تجعل الرسمة look like بتشبه it's sticking كده out of the page كأنها هتخرج من الصفحة زي الصورة اللي قدامكم دي تمام تحسوها كده مجسمة مش كأنها ورقة مستوية.
طيب تعالوا كده بقى نروح لحل التدريبات ونشوف في بيج 82 هنحل مع بعض كل التدريبات على ليسن 6. يا ريت دلوقتي افكرك تكون تدوس على اللايك، تدوس لايك علشان الفيديو يترفع. تعالى نقرا بقى هنا اول حاجه. سؤال تشوز نمبر 1 it can take a very long time to ايه بقى؟ or draw a picture to paint، عشان تلون او ترسم صوره. طيب رقم 2 artists الفنانون have عندهم lots of الكثير من different ايه بقى؟ المختلفة and ways والطرق of working للعمل، عندهم styles اللي هي جمع ستايل اسلوب. طيب رقم 3 one of the most important things واحدة من الاشياء الاكثر اهمية in drawing في الرسم هي ايه؟ is الايه؟ الشادنج. دي حاجة من أكتر الأشياء المهمة في الرسم. كمان نمبر 4 the object you are الشيء اللي انت copying اللي انت بتنسخه is ايه؟ is ايه بقى؟ it looks realistic ها؟ is 3-dimensional بيكون ثلاثي الأبعاد، هو اللي بيبدو realistic. اربط يا ولاد، اربطوا بين كلمة 3-dimensional رسم ثلاثي الأبعاد وبين realistic لأنه بيكون أقرب للواقعية. طيب رقم يو كأنه حقيقي يعني. نمبر 5 you can add، انت تقدر تضيف ايه بقى؟ shading to your picture، تقدر تضيف تظليل حقيقي real، تقدر تضيف الواقعية realistic. تمام؟ طيب كمان تعالوا بقى نروح نشوف نمبر 2 كده، وده سؤال بسط ومديني قطعة وبيقول لك حل عليها. احنا قلنا ان ايه حل القطعة؟ تشوف الجملة زيها بالضبط ولا لأ. نمبر 1 علي likes drawing with his friends at home. تعالوا نطلع كده ونشوف علي likes drawing with his friends at school. لا يبقى غلط، وهنا اي الهوم تبقى فولس، يبقى انا هحط السيركل على كلمة فولس. طيب نمبر 2 مسز منى teaches، فين مسز منى؟ اهي ادي قلت مسز منى اهي teaches. teaches ايه بقى؟ them او them to draw well. اه صح، نفس اللي مكتوب يبقى true. طيب رقم 3 علي uses pens to make shading، فين علي؟ فين علي uses pen؟ علي بيستخدم البنسلز، البنسلز، لكن هنا قايل البنس، لا يبقى غلط يبقى فولس. رقم 4 he draws، هو بيرسم a sketch of 3. طب استنوا كده، he draws a sketch of the 3 dimensional 3 pyramids with shading، 3 pyramids with shading يبقى true صح. تعالوا بقى نحل السؤال رقم 3 وهو سؤال الماتش. يلا نشوف نمبر 1 to make 3 dimensional art you use ايه؟ علشان تعمل ايه؟ فن ثلاثي الابعاد انت بتستخدم ايه بقى؟ ها بتستخدم الدارك بنسلز، الاقلام الرصاص اللي لونها داكن شويه. طيب نمبر 2 الشادنج بقى يا اولاد ميكس التظليل بيجعل يور بيكتشرز، بيجعل صورتك ايه؟ بيجعل صورتك تبان كانها حقيقيه، يبقى لوكس realistic، تبدو realistic and interesting ومثيرة للاهتمام. طيب رقم 3 realistic art الفن الواقعي shows بيوضح او بيبين ايه؟ بيبين ها بيبين لنا how things، كيف الاشياء look in real life، بتبدو في الحياة الواقعية. تعالوا نشوف بيج كده 83 ويلا نحل سؤال الترتيب. هنا نمبر 1 عندي يور صفات ملكية، حاجة ملكك انت، تعرف على طول ان بعدها بيجي اسم يا ولاد. طيب وميكس يعني بيجعل، وشادنج التظليل، وبيكتشر صورة، ورياليستيك واقعي، واللوكس تبدو. يلا نرتب، اول حاجة شادنج التظليل، ده الفاعل. انت هتكون جملة، خلي بالك الجملة بتبدأ من فاعل وبعدها فعل. طيب بعد الشادنج هتدور على الفعل، يلا ندور عليه makes. طيب التظليل بيجعل ايه؟ بيجعل صورتك اللي انت بترسمها، يبقى your picture ها بيجعلها ايه بقى؟ تبدو looks ها realistic واقعي. طيب السؤال نمبر 2 عندي uses يستخدم،
وشادنج التظليل، وهي هو، وميك يصنع أو يجعل، وتو أن، وبنسلز أقلام رصاص. طيب يلا نشوف كده. هنا أول حرف الجر ملوش معنى ثابت، هنعرفه وإحنا بنرتب الجملة. أول حاجة هي ده الفاعل. طيب وبعد الفاعل هكتب الفعل، فين الفعل؟ هي يوزز، هو بيستخدم. طيب هو بيستخدم ايه؟ اقلام الرصاص. هي يوزز بنسلز، اقلام الرصاص. بيستخدمها ليه بقى؟ علشان يعمل بيها تظليل. يبقى تو لكي، ها ميك يعمل شادنج تظليل. تعالوا نحل السؤال رقم 3. سيارة وشادوز اللي هي الظل، ويور صفة ملكية، حاجة ملكك انت، واراوند حول، وكان يقدر، ويو انت، وأوبجكت شيء او موضوع. اول حاجة كان هي الفعل المساعد كان، وبعد كان ببدأ اكتب الفاعل اللي هو يو، هل تقدر انت، بعدها أبدأ أكتب إيه؟ الفعل المساعد سي، كان يو سي. خلي بالك أنت كده بتعمل سؤال. طيب تكوين السؤال هو إيه بقى؟ أول حاجة أداة الاستفهام، بعدها الفعل المساعد، بعد كده الفاعل، وبعد كده الفعل الأساسي. طيب إحنا كتبنا بدأنا بإيه؟ بدأنا بفعل مساعد كان. طب بعده أبدأ أدور على فاعل، فين الفاعل؟ ها؟ كان يو، اهو انت. طيب بعد الفاعل ابدا اكتب الفعل الاساسي سي، هل انت تقدر، هل انت تقدر ايه بقى؟ ها ترى شادوز، ترى الظل، ها حول موضوعك، حول الشيء اللي انت بترسمه، يبقى around your object. تعالوا نحل السؤال نمبر 5. يلا بينا. دي قدامي كلمات وانا عندي تكست المفروض اكملها بيها. شادنج تظليل، وارتستس فنانون، وميك يجعل. هقول it can take a very long time، يعني انه يقدر ياخد، ان هي بتستغرق فترة طويلة من الوقت، to paint لتلون، او draw او ترسم a picture صورة. طيب بعد كده هبدأ أقول إيه بقى؟ هقول الفنانون artists number one. have بيكون عندهم كتير من الإيه؟ الستايلز، الطرق المختلفة والطرق العمل، لكن واحدة من الأساسيات والأشياء اللي أكتر أهمية إن أنت تتعلم الإيه؟ الشادينج. تمام؟ طيب أهي رقم 2. بعد كده بيقول لي إيه بقى؟ بص خد بالك، اكتب 3 جمل وأنت بتستخدم الكلمات دي. الكلمات اللي عندي هي البينتينج التلوين، ودرو يرسم، وكالرد ملون. هكتب ايه؟ اول حاجة هكتب التلوين بيكون رسم. يلا نكتب ا، هبدأ بحرف كابيتل واكتب بينتينج. تمام؟ واكتب ده كده الفاعل، انا هكتب جملة من فاعل وفعل. بعد الفاعل هبدأ اكتب از فعل، وبعدين ابدأ اكتب ادروينج اللوحة بقى. هي دي مش تلوين بقى يا ولاد، لأن بنتنج معناها تلوين ومعناها لوحة، فأنا هكتب اللوحة بتكون a drawing، بتكون رسمة، واكتب full stop، وابدأ جملة جديدة واكتب ها. اكتب تاني حاجة هقول انها ملونة بسائل وفرشة. اكتب ايه؟ هكتب it على اللوحة، واكتب انها تكون، اكتب is وملونة تبقى colored، واكتب بقى بسائل يبقى with حرف الجر اللي هو ب، وبعد كده a liquid اللي هي دي سائل، and و a brush فرصة. تمام؟ طيب عايزة اقول بقى انها لوحة جميلة، هقول ايه؟ هقول it اول حاجة، وهقول بعدها is بتكون، وهكتب very جدا، وهكتب ايه بعدها؟ beautiful جميلة او nice. تمام؟ ها بينتينج لوحة. طيب تعالوا على آخر بقى سؤال، وهو سؤال البنكتويشن، وأول حرف لازم أكتبه كابيتال ليدر. طيب وأفضل أمشي لحد الآخر، وفي الآخر أكتب فول ستوب علشان دي جملة، وكده أكون حليت معاكم كل أسئلة درسنا. يا رب تكونوا استفدتم. باي باي.